مساء الخير مشاهدينا، برحب بحضراتكم. حلقة جديدة وآخر الأسبوع النهاردة. الحقيقة حلقتنا تحديدا فيها أحداث كتيرة، فيها مواضيع كتيرة، وجايز ده لأن الأسبوع ده تحديدا في بدايته كان أحداث مؤتمر الشباب أو افتتاح مؤتمر الشباب. الحقيقة كان المؤتمر مختلف، كان المؤتمر ليه رمزية كمان مختلفة. كانت بداية الأسبوع بافتتاح مؤتمر مهم داخل جامعة القاهرة، وجايز هقول لحضراتكم الأسبوع ده تحديدا المؤتمر وحاجات كتير عدت على مصر، ممكن نقول إن هي كانت يعني أحداث مهمة جدا. وإحنا بنتكلم عن مؤتمر مهم زي ده، بنتكلم عن أكتر من 3000 شاب أو في حدود 3000 مدعو من الشباب كانوا متواجدين داخل قبة جامعة القاهرة، بيتكلموا في مواضيع مصيرية مهمة جدا ل 2018 في مصر تحديدا. بيتكلموا عن بنى الإنسان المصري، بيتكلموا عن الصحة، بيتكلموا عن التعليم. كمان بعد يومين من الكلام المهم جدا اللي اتقال، الجلسات المهمة، أسئلة الشباب اللي ترد عليها بشفافية من الرئيس، كان في أحداث كتير كمان. العملية الشاملة مثلا سينا 2018، أحداث كتير. بس اسمحوا لي إن أنا أبدأ مع حضراتكم بيه المؤتمر الوطني السادس للشباب. السبت والحد اللي فاتوا تحت قبة جامعة القاهرة كان مؤتمر الشباب الوطني السادس تحت رعاية وحضور رئيس عبد الفتاح السيسي. على مدار أسبوعين المؤتمر الوطني، على مدار يومين عفوا، السبت والحد، كان في نقاط مهمة جدا جدا هنتكلم فيها. وهبدأ مع حضراتكم بالنقطة الأولى. والنقطة الأولى هي إن المؤتمر اهتم وبشكل أساسي على استراتيجية بناء الإنسان المصري اللي قلت لحضراتكم عليها. ولازم نقول يعني إيه استراتيجية بناء الإنسان، لأن في مقولة شهيرة قوي بتقول إن بناء البشر أهم من بناء الحجر. ولكن المؤتمر ده، والحقيقة كان ليا الشرف إن أنا أحضر جلسات المؤتمر بالافتتاح، كان مؤتمر مختلف. الشباب كانوا بيتكلموا براحتهم وبأريحية شديدة، حتى التعليقات اللي كانت موجودة في القاعة كانت تعليقات كلها محل تقدير واهتمام من رئيس عبد الفتاح السيسي. هرجع مرة تانية لبنى البشر، لأن عشان تبني إنسان ده هو أساس المستقبل المزدهر للمجتمع اللي انت بتعيش فيه. مفيش حاجة أهم من حاجة الحقيقة. يعني أنا لما هتكلم عن موضوع زي الصحة، كان في جلسة مهمة جدا اتكلمت عليه، كان في جلسة مهمة دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة اتكلمت في نقاط مهمة جدا جدا فيها، كان في جلسة بخصوص التعليم. والحقيقة الاتنين دول مهمين جدا ومع بعض، التعليم والصحة. وفي نفس الوقت ما ينفعش اتكلم عن تعليم والصحة والناس عايشة في عشوائيات على سبيل المثال. يعني ما نقولش ان احنا لازم نتعلم كويس واحنا عندنا مثلا ناس عايشة في مناطق أقل من اللي مفروض يعيش فيه إنسان طبيعي، بغض النظر هو مستوى إيه. ما نقولش كمان إن لازم يعني يبقى عندنا ثقافة وإحنا ما عندناش على سبيل المثال كهرباء مثلا. وبالتالي مصر بتبني البشر والحجر على حد سواء، بتبني البشر بمشروع قومي للرعاية الصحية، مشروع قومي جديد للتعليم، وفي نفس الوقت بيتوازى معاه مشروع قومي للثقافة. وبتبني الحجر كمان بتحقيق فائض بيوصل ل 50% من قدرة مصر الإنتاجية من الكهرباء، وأكثر من 7000 كيلو متر طرق، وإبادة كمان عشرات المناطق العشوائية بعد ما تم نقل سكانها لمدن جديدة. والحقيقة مش بس مدن، لا أنا بتكلم في مجتمعات عمرانية جديدة، لأن هي مش مجرد بيوت، دي بيوت، نوادي، وحدات صحية، مركز ثقافي، منطقة عمل، مدارس، مجتمع عمراني متكامل. وهي دي مصر اللي احنا بنتكلم عليها. النقطة التانية اللي انا عايزة اكلم حضراتكم عليها بقى هي كانت كلمة الرئيس السيسي خلال جلسة استراتيجية بناء الانسان المصري، لان هي الكلمة دي تحديدا كان فيها رسائل عديدة وكلها كانت رسائل مهمة جدا. تعالوا نسمع جزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال الجلسة دي ونرجع لحضراتكم مرة تانية. العملية بناء الإنسان المصري هي عملية مجتمعية وليست عملية حكومية، هي عملية مجتمعية. إنما تفتكروا إن إحنا معانا يعني عصاية سحرية نقدر نحل بها مسألة في بناء الإنسان؟ لا،
ده عملية فيها تفاعل شديد بين الإصلاح وبين مجتمعه اللي هو بيقوم بعملية الإصلاح، ومستعد يصدق ومستعد يقبل إن هو يصلح ويدفع تكلفة الإصلاح. إحنا دخلونا في أمة ذات عوز. عارفين أمة العوز؟ أمة الفقر. دخلونا فيها، ولما أجي أخرج بيكم منها يقول لك هشتاجر حال يا سيسي. لما أجي عايز أخرجكم من العوز وخليكم أمة ذات شأن بفضل الله سبحانه وتعالى تعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي، ازعل ولا ما ازعلش؟ فدي ازعل، فدي ازعل. لازم نخرج من العوز اللي احنا فيه، العوز الاخلاقي والعوز العلمي والعوز الاقتصادي والعوز المعنوي والعوز الاجتماعي اللي احنا دخلنا فيه. اوعى تفتكروا هنقدر نخرج منه بالحكومة او باي حد، لا، احنا لازم نحط ايدينا في ايدين بعض. والحقيقه هو بالظبط كده، ان فكره ان بنى الانسان هي مش عصايه سحريه، مش هيجي وزير التعليم مثلا يشاور بايده منظومه التعليم تتصلح مره واحده، مش هيعلن الخطه فكل الناس هتلتزم بيها. البنى مسؤوليه، ومسؤوليتنا كلنا، ونجاح الخطه اساسها ان احنا اكتر كمان من الحكومه. يعني مثلا وزارة التعليم امبارح طلعت قرار بان هي تمنع الدروس الخصوصية نهائيا، وقالت انها هتحول الدروس الخصوصية لجناية مش جنحة. وانا هكلم حضراتكم معانا الخبر ده، هنتكلم فيه ونعرف الفرق ما بين الجنحة والجناية وايه يعني مصير المدرس اللي بيدي دروس خصوصية. بس هي الفكرة في ايه؟ ان هو قرار الوزارة طلعته، الوزارة قالت ان اللي عايز يدي دروس خصوصية لازم يكون بترخيص من الوزارة نفسها. كم واحد بقى التزم بالقرار ده؟ كم واحد من المدرسين التزم من البيت دروس خصوصية وقال خلاص أنا مش هدي دروس خصوصية؟ أو لما حد كلمه في تليفون من الطلبة قال له لا أنا مش هقدر إن أنا أدي دروس خصوصية عشان القرار. عفوا. أو حتى من أولياء الأمور. كنت بتكلم مع حد النهاردة فبيقول لي إن المدرسين بدأوا يرفعوا سعر حصة الدروس الخصوصية عشان البنزين غلي. وده اللي موجود في منظومة الصحة كمان، وفي منظومة الإصلاح الإداري، وفي كل منظومة الدولة بتعملها. المواطن هو الأساس، المواطن هو اللي هيقول إذا كان الاستراتيجية دي هتتطبق ولا لا، هيقول إذا كان هينفع إن احنا نوقف دروس خصوصية ولا لا، هيقول إذا كنا احنا نقدر إن احنا نطور التعليم ولا لا. ما هو التعليم مش هيتطور بس بوزارة التعليم على فكرة، التعليم هيتطور بينا بالأولياء الأمور وبالطلبة. النقطة الثالثة بقى اللي جايز كانت في المؤتمر كمان، ان الرئيس اتكلم عن موضوع الطلاق، وعلى فكره دي تاني مره يتكلم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن المره دي اتكلم فيها من منظور مختلف تماما. اتكلم عن 9 مليون طفل هم ضحايا حالات الانفصال ما بين الازواج. تعالوا نشوف الحته دي ونرجع لكم مره تانية. قالوا نسب الطلاق 44%. عارفين يعني نسب الطلاق 44%؟ يعني كل 100 حالة زواج يحصل فيها تقريبا 50% طلاق. إذا كانوا بيقولوا في 9 مليون بدون أب وأم بشكل مباشر، طب وفي كمان بقية الإحصائيات بقى 15 مليون بشكل غير مباشر، يعني في انفصال بس خفي، هو ما عملوش وثيقة انفصال، ساب البيت أو هي سابت البيت والولاد بقوا في انفصال خفي. هل تتصدوا كمجتمع؟ ولما انا بكلمكم كده، لما جيت قلت لازم نعمل تشريع لتوثيق الطلاق هجمت. انا مش زعلان، انما عايز اقول هجمت. ما حدش قال ان التشريع على الاقل يعني مع التطور اللي حصل في المجتمع وفي الحياه الانسانيه كلها على مدى 1400 سنه ما يحقليش كمجتمع، مش كرئيس، ان انا احمل مجتمع انتوا عايزين تحولوا ولادنا ال9 مليون طفل اللي بدون اب او ام بشكل او باخر، وال15 اللي بشكل غير مباشر عايزين تحولوهم لايه؟ هل ده هيبقى مجتمع في استواء ولا احنا رايحين لعدميه؟
أنا بقول الكلام ده لينا كلنا، لكل إنسان ماشي في الشارع، لكل موظف، لكل مدرس، لكل راجل دين، لكل للبرلمان، لكل الشعب المصري. العملية بناء الإنسان المصري هي عملية مجتمعية وليست عملية حكومية، هي عملية مجتمعية. هي فعلا عملية مجتمعية، لأن احنا قدام كارثة كبيرة لما بتكلم في رقم زي 9 مليون طفل. سيبك من الأب والأم اللي هم أصلا السبب في المأساة بتاعت الأطفال دول، سواء في اختيارهم أو نتيجة اختيارهم وتحملهم للنتيجة من عدمه، خلينا نحط الموضوع ده على جنب. ولكن التسع مليون طفل دول مستقبلهم هيبقى شكله إيه؟ الحقيقة هنتكلم كتير احنا كمان، وهنركز على الموضوع ده خلال الحلقات الجاية، فكرة حماية الأطفال دول اللي بيبقوا ضحايا لعائلات منفصلة. وأعتقد إن لازم مجلس النواب يتحرك ويشتغل على تشريع بسرعة، والحكومة كمان تفكر في حل، ولازم برضو الشباب يفكروا في حلول. واحنا النهارده الحقيقه بعد ما عرفنا رقم كبير زي 9 مليون، احنا فاتحين برنامجنا لاي صوره من الصور واي يعني حاجه ممكن تحل الموضوع ده، اي مبادره ممكن تحل فكره الاطفال اللي بينتجوا عن حالات الطلاق. 9 مليون بيروحوا فين؟ بيعيشوا مع مين؟ يعني اعتقد ان احنا لازم نتبنى قضيه بالشكل ده وبالحجم ده. أروح لموضوع تاني ونقطة تانية في المؤتمر برضو اتكلم فيها رئيس، والحقيقة أن في كل مناسبة رئيس بيتكلم في موضوع مهم، والموضوع ده بقى رئيس ما اتكلمش فيه مرة أو اتنين، اتكلم فيه كتير قوي قبل كده، هو موضوع تجديد الخطاب الديني، بس المرة دي هو اتكلم عنه بشكل أعمق شوي. تعالوا نسمع رئيس قال إيه ونرجع لكم مرة تانية. مناسبة الإشكاليات اللي موجودة في الأديان كلها هي الإشكالية دي، الإشكاليات اللي موجودة في الأديان كلها مش قادرة تصدق إن اللي نزل الدين واللي خلق الدين ربنا، واللي عمل التطور الإنساني والعلوم الإنسانية ربنا، فبيصطدم مش قادر يقول لأ ده أنا هظبط وأخلي فهمي للنصوص أحيانا يتوافق مع الواقع الجديد اللي احنا فيه. تصدوا ليه الأولين، ولما تصدوا بيه نجحوا، ولما نجحوا مجتمعاتهم بقت عندها مناعة وحصانة ضد الضياع، لأن بقى المجتمع متماسك وقوي. إحنا عملنا عزل لأنفسنا، بقى الرجل المتدين شكل والرجل المواطن العادي شكل تاني، في حين إن المفروض لا فرق بينهم خالص، بالعكس ده كل ما هيكون فهمه الديني مناسب هيكون سلوكياته وممارساته مع نفسه ومع مجتمعه مناسبة وجيدة. فكرة تجديد الخطاب الديني تحديدا بتشغل بال الرئيس بشكل كبير قوي، وهو اتعمق في الموضوع ده، وخلال المؤتمر هو ما اتكلمش عنه مرة واحدة، هو اتكلم عنه مرتين. تعالوا نشوف الجزء ده وارجع لكم مرة تانية. طب لو ما تيجي تتكلم على الخطاب الديني، انتوا خايفين لنضيع الدين؟ انتوا خايفين لنضيع الدين؟ هو اللي احنا فيه ده في اكتر منه ضياع للدين؟ يعني عايز اقول لكم، لما امه تكون فكرها مبني هو الحرب استثناء ولا اصل؟ الحرب استثناء ولا اصل؟ الحرب استثناء، مش كده؟ لما يكون الفكر اللي مبني كله لامه ما على ان هي هو الحرب فقط، يعني هي مبنية فهمها على الأقل في الفترة اللي موجودين المئة سنة أو المئتين سنة الأخرانيين، فهمهم لدينهم على أنه هو أن الحرب هي الأصل والاستثناء السلام. معقول؟ معقول في فهم ديني كده؟ فأنتوا عايزين، خايفين من إصلاح الخطاب لا يضيع الدين. هو انتوا اللي فيه ده في اكتر من كده؟ الدكتور اشرف كان بيتكلم على حته في، قال لك التمييز المذهبي وقال الالحاد وكذا. هو الالحاد ده اللي هي الناس اللي اتهزت واتلخبطت نتيجه الحاله اللي احنا فيها. انتوا عايزين اكتر من كده؟ شبابنا وشاباتنا قلقوا، ما صدقوش ان ممكن يكون الخالق العظيم منزل اديان تهد الدنيا.
معقول؟ فانتوا عايزين تعملوا اصلاح لخطاب ديني ولا خايفين لنضيع الدين؟ ما انا قلت الكلام ده كتير. طب انتوا عايزين تتكلموا عن قيم اخلاقية؟ طب انتوا مستعدين تقبلوا في التلفزيون وفي السينما وفي المسرح سلوكيات لا تليق، وبعدين تقولوا ده ابداع وحرية ابداع؟ يعني في خيط رفيع. رئيس اتكلم في الموضوع ده باستفاضة واتكلم فيه أكتر من مرة، من الواضح أن مفهوم تجديد الخطاب الديني واصل غلط للمسؤولين عنه. المطلوب هو تصحيح فهم الناس عن الدين، وأعتقد أن المطلوب هو أن القائمين على الخطاب الديني يغيروا طريقة فكر الناس عن الدين وعن التدين. وأعتقد برضو أن ده الموضوع اللي محتاج جهد كبير وبطريقة مختلفة. طبعا أنا عارفة أن الأزهر عامل مجهود كبير قوي، ومرصد الفتاوي ممكن يبقى كمان اللي هو تحديدا اللي باللغات المختلفة والبعثات، وعامل شغل رائع الحقيقة كمان وزارة الأوقاف. ولكن الفكرة في إيه؟ الهدف أو الفكرة حتى الآن ما تحققتش. محتاجين مشروع قومي لمواجهة الانحراف الشذوذ الفكري في فهم الدين. النقطة الخامسة بقى اللي هكلم حضراتكم عليها والرئيس اتكلم فيها برضو، هي ان مصر هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم اللي أسست بنك للمعرفة. ده اللي قاله الرئيس. تعالوا نشوف جزء من كلامه ونرجع لحضراتكم مرة تانية. عملنا بنك المعرفة، وانا بقول للمصريين البنك ده اطلق من 3 سنين مش كده؟ يناير 16 مش كده؟ يعني تقريبا 3 سنين. وبرغم من كده ساعات اتحدث مع اسر ومع ناس اليوم ما عندهمش معرفة بالحجم المعرفة اللي موجود والجدارتها اللي احنا جبناها من اعلى واكفأ مؤسسات في العالم. وبالمناسبة احنا الوحيدين في العالم اللي عملنا كده، احنا الوحيدين في العالم اللي عملنا كده، اللي عملنا بنك معرفة أو أتحنا ببنك المعرفة المصري لكل حامل موبايل مصري، لكل حامل موبايل مصري هو مشترك في البنك، مش كده؟ مش كده يا دكتور؟ مظبوط. الكلام ده عليه حجم معارف للباحثين وللدارسين في كافة العلوم على أعلى وأرقى مستوى. ده كانت أول تجربة لينا، وعملنا السيرفر بتاعه وعملنا الاشتراك مع المؤسسات ديت، وخلاص بقى الامر مستقر، وهو ان شاء الله هيستمر على طول. عايز اقول لكم ان في دول يعني اكتر مننا واقدر مننا ويمكن قدرتها الاقتصاديه اكتر مننا بكتير، وعجبت جدا من الفكره وعايزه ان هي تخش معانا فيها من باب انها بتتيح المعرفه لمواطنيها، مش هقول لدارس للطلاب، لا لمواطنيها، كل المواطنين. تخيلوا ان بنك المعرفه اللي اتكلم عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي متاح لكل مواطن في كل حته في الجمهوريه، بمعنى اصح الموبايل اللي في ايدك ده في بنك في مئات الالاف من الكتب والابحاث في مختلف المجالات. هل فكرت في مره ان انت تخش بس تشوف كده ايه الموضوع؟ تستخدمه تنميه المهارات القدرات، او تقرا بحث مثلا على سبيل المثال، بدل ما نقعد نروج شائعات وفيسبوك وسوشيال ميديا والكلام ده كله؟ نقطة مهمة جدا جدا لما يكون عندنا حاجة مهمة بحجم بنك المعرفة ومش بنستفيد بيها. نيجي للنقطة اللي بعد كده اللي الرئيس اتكلم فيها، وهي نقطة مهمة، منظومة التعليم الجديدة، واحنا هنتكلم عنها باستفاضة شوية بس قدام، يعني كمان كام دقيقة كده. الرئيس قال كلام مهم قوي على منظومة التعليم تحديدا. تعالوا نشوف تعقيب الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها ونرجع لحضراتكم مرة تانية. انتم عايزين تعليم حقيقي ولا عايزين ولادكم يبقوا معاهم شهادات؟ اذا كنتوا عايزين تعليم حقيقي دي رحله طويله وقاسيه وفيها معاناه، مش على قد الدارس اللي او الطالب، لا ده اسرته كمان، ده الجامعه، ده المدرسه، ده المدرس اللي موجود. انتوا عايزين تغيروا بلدكم؟ طب انتوا مستعدين تدفعوا الثمن؟ أنا ده السؤال بطرحه لكم، أنتم مستعدين تدفعوا الثمن ده؟
أنا بتكلم على شق واحد التعليم. الحقيقة أن المنظومة الجديدة دي فعلا عمل رائع وفعلا بيستحق تضحية، بس زي ما قلت أن الأساس هو المواطن، هو إحنا. النقطة اللي بعد كده اللي كانت مهمة، اللي رئيس حدد فيها أولويات فترة حكمه التانية وقال أن الأساس هما ثلاث أولويات. تعالوا نشوف أولويات مصر إيه من خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي. إحنا اتكلمنا على أن الأربع سنين دول هما التعليم والصحة والإصلاح الإداري، فأرجو أن إحنا في هذا الأمر نلقي الضوء بشكل مكثف جدا ونسهب جدا جدا في الشرح حتى تصل الفكرة اللي احنا عاملينها، فلسفة التعليم الجديدة اللي احنا حاطينها. احنا عايزين انسان مش جامد، عايزين انسان مرن، مفكر، مثقف، محب للدنيا ومحب للحياة ومحب لأهله وناسه، وده كله يعمله لو احنا عرفنا نعمل التعليم ده بالشكل ده. النقطة اللي بعد كده الحقيقة الرئيس اتكلم فيها عن التعليم، واتكلم فيها ان ازاي ان التعليم هو الاساس وهو مفتاح التميز. ده كان كلام الرئيس خلال مداخلة في جلسة استراتيجية تطوير التعليم. تعالوا نسمع جزء من كلمة الرئيس ونرجع لكم مرة تانية. إنسان متعلم جدا جدا، بيقبل بأي حتة في العالم بشهادته، إيه؟ بعلمه، بقدراته، لا بجنسيته ولا بأي حاجة تانية. فإحنا يا ترى اللي إحنا بنطلعه يعني في الوعاء اللي فيه 700,000 ولا 600,000، معقول ما يبقاش فيه يعني العباقرة كام؟ 1 لـ50,000، 1 لـ100,000، 1 لـ1,000، قولوا زي ما أنتوا عايزين. لا، احنا عندنا فرصة ان احنا نقدم لولادنا تعليم جيد صحيح، ولكن قدام الامر ده تحدي. انا بقوله لكم التحدي ده هو الاستعداد للتضحية. الاستعداد للتضحية يعني ايه؟ انا هضحي بولادي؟ لا، انت هتبذل جهد اكتر عشان تفهم الموضوع، عشان تساعد في انجاحه، لأن ينجحوا لينا كلنا. العايد عليه لبلدنا ولولادنا مش هيبقى عايد فقط على البلد أو على الدولة، لا، ده للدولة وللمواطن. الرئيس أكد أكثر من 5 مرات تقريبا في المؤتمر على ضرورة الشراكة ما بين المواطن وما بين الدولة نفسها والحكومة عشان مصر تنجح في اللي هي عايزة توصله ويكون فيها مردود كبير لمصر وللمواطن المصري. كمان من الحاجات المهمة اللي مش بس اتاخدت من ان هي نقطة فيها شيء من الكوميديا، ولكن هو بيثبت لنا قد ايه ان الرئيس عبد الفتاح السيسي متابع جيد جدا لكل اللي بيحصل على مصر، حتى ما لا يخص السياسة على السوشيال ميديا، الترند بتاع المصريين وحاجات كتير قوي، جزء ملوش علاقة بالسياسة، ولكن رئيس متابع جيد لكل حاجة بتحصل في بلده. كان ترند مصر خلال الفترة اللي فاتت هو يعني موضوع الرقصة الشهيرة اللي بدأ أغلب الفنانين وبدأ أغلب الناس كمان يعني تعملها. تعالوا نشوف رئيس علق عليها وقال إيه. قاعدين أنتوا تركبوا العربيات وكيكي وكيكي يا المهندس طارق زود البنزين ما تقلقش ايه يا سيدي؟ بيقول لك احنا بنعمل كيكي. طب خلاص اعمل كيكي. ده كان تعليق رئيس على يعني حاجه كانت عامله ترند في مصر خلال الفتره اللي فاتت. وبعيدا عن الموضوع نفسه، ده بيورينا قد ايه ان الرئيس عبد الفتاح السيسي متابع جيد لكل شيء بيحصل في مصر، حتى الحاجات اللي زي ما قلت لكم في الاول هي بعيده عن السياسه، هي ولكن هي شأن في الاول وفي الاخر حاجه حصلت في مصر عامله ترند يعني.
النقطة الأخيرة، الرئيس في فقرة اسأل الرئيس كان في منتهى الصراحة، اتكلم عن كل حاجة وجاوب على أسئلة كتيرة اتوجهت له بكل صراحة وبكل شفافية. اتكلم عن ثورة 30 يونيو وازاي ان الجيش استجاب لنداء الشعب عشان ينقذ الدولة، وقال جملة مهمة قوي، قال الموضوع مش موضوع قوة جيش أو شرطة ولكن هي قوة شعب. الرئيس كمان فكر الناس انه قبل ما يترشح لرئاسة قال لهم ان في تحديات كتيرة وان هو مش هيقدر يحلها لوحده وان هو عايز المصريين معاه. الرئيس كمان قال لو اخدنا مؤشر الاسعار، وده اللي الناس بتعمله، هو فعلا في اسعار مرتفعه، فهو قال ان مع اللي بيحصل في البلد لو اخدنا مؤشر الاسعار علشان نقيس بيه اللي بيحصل في البلد نبقى احنا بكده بنظلم التجربه اللي بتحصل في مصر. وعن قناة السويس، أعلن الرئيس لأول مرة أن القناة حققت زيادة في الدخل بتعادل في وقت معين اللي حاول البعض أن هو يقتلوا الأمل في فكرة القدرة على أن احنا نثبت أن احنا قادرين وبالدليل. قناة السويس الجديدة واللي أقمناها في وقت قياسي اتكلم عليها كمان. على فكرة اهتمام الرئيس بالشباب مش مجرد مشروع تعليم ولا هو مجرد الصحة، لا، الرئيس مهتم من أول يوم بالشباب كمستقبل للبلد. مؤتمرات الشباب بدأ من كذا سنة وكل سنة بيحصل عليها نوع من التعديل الإيجابي، الحاجة اللي بتبقى إيجابية الناس حباها والناس عايزة تشوفها، زي مثلا على سبيل المثال فقرة اسأل الرئيس. من الحاجات المهمة جدا اللي حصلت واللي الناس بدأت تتفاعل معاها، زوار الموقع نفسه بدأ يزيد بالملايين، بيخشوا أسئلة بتوجه كتير جدا. وجايز انتوا شفتوا حتى ان المرة دي ان كان في حاجة مختلفة، وهي ان الشباب بعضهم يعني اللي وجهوا أسئلة عن طريق الموقع الإلكتروني للمؤتمر كانوا موجودين وتلقوا دعوات عشان يحضروا. حتى لو تفتكروا ان في شابة صغيرة في السن كانت بتوجه سؤال للرئيس عبد الفتاح السيسي بفكرة ان هل البنت ممكن تكون مقاتل في الجيش او طيار حربي، يعني كان سؤال في قوة وتحدي شوية، والحقيقة ان الرئيس جاوب على السؤال ده والبنت كانت موجودة وقامت في نص القاعة وبنفسها بدأت ان هي تسأله السؤال وجاوب عليها بكل شفافية واتكلم في الموضوع ده معاها. ففكرة كمان ان اللي بيسأل مش بس سؤاله موجود على الانترنت، لا، اللي بيسأل كمان موجود واخد دعوة لحضور مؤتمر برعاية وحضور ومشاركة رئيس الجمهورية وبيسأل الرئيس بنفسه السؤال، مش بس رئيس بيقرأ الأسئلة. كمان كان في حاجة مهمة جدا وهي فكرة ان المؤتمر وقته جايز مش كبير عشان يقدر الرئيس يرد على كم الأسئلة اللي جه عن طريق الموقع، فبالتالي الأسئلة اتجمعت بصورة احترافية، كل أسئلة بتخص موضوع معين والرئيس جاوب عليها. طبيعي جدا ان مش هيكون في وقت ان الأسئلة كلها يتجاوب عليها، ده أمر طبيعي لأن الأسئلة كتير وإحنا 100 مليون، يعني حتى لو نصنا بس أو ربعنا حتى واجه أسئلة ده إحنا عايزين سنة ولا حاجة عشان الرئيس يجاوب عليها. بس كان في ناس في القاعة الحقيقة، وبعد ما خلصت فقرة اسأل الرئيس الناس قالوا مش الأسئلة كلها اتجاوبت رغم ان المؤتمر خلص وفقرة اسأل الرئيس خلصت. الرئيس كان حريص جدا ان هو يجاوب على التساؤل ده ويجاوب عليه، وقعد برغم ان خلاص هو كان بيقوم وبيحضر نفسه عشان ينهي الجلسة لان هي وقتها انتهى، ولكن كان حريص ان هو يرجع مرة تانية ويقعد ويجاوب على السؤال ده تحديدا، فكرة ان الأسئلة اتجاوبت أو ما اتجاوبتش، أو فكرة إحنا أخدنا إيه من الأسئلة على حسب أولويات اللي جات لنا وحطينا الأسئلة كلها في إطار واحد. المؤتمر الحقيقة يومين ما كانوش كفاية، ولكن بطبيعة الحال ما فيش مؤتمر هينفع أنه هو يطول عن كده. أسئلة الناس كانت كتير، المشاركة كانت إيجابية وكانت كتير جدا. رمزية وجود المؤتمر في جامعة القاهرة دي رمزية مهمة جدا جدا جدا، ان انا مش بس بخاطب الشباب يعني كرئيس الجمهورية او كمؤسسة الرئاسة، لا، انا كمان بتكلم عن مكان مهم زي جامعة القاهرة. وجايز كان في فيلم تسجيلي في الاول اتكلم عن كل بقى من تخرج من العلماء والنبغاء من جامعة القاهرة، حتى اول سيدة اتخرجت واشتغلت نبوية موسى. يعني رمزية المكان كانت مهمة، ان احنا نعمل مؤتمر زي ده زي ما هو بيتعمل في شرم الشيخ وفي اسوان وفي الاسماعيليه وفي اسكندريه، ان هو كمان يتعمل في جامعه القاهره، واحده من اقدم الجامعات على مستوى العالم، ليها مكانه في العالم كله على مستوى التعليم. فدي
حاجة مهمة، فكرة إن 3000 شاب يكونوا موجودين يشاركوا بنفسهم ويتفاعلوا ويحضروا مع رئيس الجمهورية، دي كمان حاجة مهمة جدا. المؤتمر غطى أجزاء كتيرة مهمة، كان من أهمها الجلستين اللي احنا بنتكلم عليهم واللي هنتكلم عليهم يعني باستفاضة أكتر دلوقتي، اللي هو مشروع الرعاية الصحية والتعليم، لأنهم كانوا من الجلسات المهمة. وإحنا لما اتكلمنا في الأول قلنا التعليم والصحة الحاجات المهمة جدا، اللي لو البلاد المتقدمة اللي فيها تعليم كويس هي متقدمة، اللي فيها منظومة الصحة كويسة هي متقدمة، لو اهتمينا بيهم أعتقد إن احنا هنبقى في مكانة تانية خالص. هنطلع فاصل، خلال الفاصل هنشوف مع حضراتكم تقرير، التقرير ده هنفتكر بيه. طب التقرير مش جاهز، نطلع فاصل وبعد الفاصل بكمل مع حضراتكم.